كريمة انت تصطات اي اخويا قصة اللي غادي ممكن تكون على رأي العام انك تقطري عليها وممكن انك تفتحي القلب ديالك لينا وتعاودي القصة ديالك مع الحياة الزوجية ديالك كان مجرد خدعة. انت كريمة العمر ديالك تقريبا يعني 37 سنة زوجتي 10 سنين دابا عندك 3 وليدات من واحد 15 جماعي اي اخويا شنو المشكل اللي وقع؟ خويا انا السيد عرفته في 2014 ديك الساعه كنت الا طلقت من راجلي الاول بشي 4 شهور تعرفت عليه ويعني تعرفت عليه على اساس الزواج ماشي على اساس شي حاجه اخرى وهو قال لي وكل لي عقلي مزيان بالهضره قال لي انت يا ماشي ديال لوحان انت ديال الدار انت ديال الزواج انت هادي المهم السيد جا خطبني من دارنا ودرنا خطبه كبيره بحال العرس وجاب معاه صحابه ولاد عمه وجات معاه واحد السيده قال لي راه من العائله المهم دارنا ما كانوش بغاو في الاول بحال حسوا بشي حاجه ما بغاوش بقيت انا بزز تجبته لدارنا ودخلته وسط خوتي وسط والديا درت فيه الثقه التامه درتها فيه المهم السيد انا ما كنتش عارفه مزوج نهار اللي عرفته نهار الاول انا ما كنتش عارفه مزوج دوزنا ديك الخطبه بزز داس واحد شهرين بحال هكاك شفت السيد ما دوى معايا على لاك طلع على ديك الساعه انا باقا في دارنا السيد ما بقاش هضر معايا على لاك طلع على الزواج على والو يعني بغى ديك الخطبه تبقى هكاك بين قوسين وبقى يدير فيا ما بغى النهار اللي جبدت عليه الكاغط بقى كيقول لي تال 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 المهم ديك الساعه شفتي ان لا 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 مازال مازال ما عرفتش حتى داز شي 6 شهور مني بقيت كنحكر عليه وداك الشيء ويقول لي انا راني مزواج قال لي انا راني مزواج وعندي وليدات وهذا ما يمكنش لي ندير معاك لاكت وانا ديك الساعه كنت يلاه مطلقه من راجلي الاول وخوتي انا قباح فهمتي فاش طلقت في الطلاق الاول ما بغاونيش نطلق ونجي نجلس معاهم صافي انا مني بالي هاد السيد ناوي معايا المعقول ناوي معايا الحلال صافي قلت نمشي المهم من بعد تعرفت السيد راه مزواج وعنده وليدات ولده الكبير راه في عمره شي 34 سنه ولده الكبير واش غنقول لك اخويا تصبت جبتو لدارنا دوزت الخطبه دوزت كل شيء ما يمكنش غنجي نقول دارنا السيد لا راه غير ضحك عليا ودارنا كذبش عليهم دارنا كذبش عليهم فاش كرا ليا وداني كذبش عليهم قلت لهم راه درت لاكت انا دارنا ما عرفوا الحقيقه دابا عام عاد عرفوا الحقيقه مدة 10 سنين وانا كاذبه على دارنا وبا الله يرحمه كل شيء كنت كاذبه عليهم كل شيء عارفيني هذاك راجلي وهذاك هو كل شيء فهمتي مهم الجيران والناس ديال السطات راه كل شيء كيعرفوني وكل شيء كانوا كيشوفوني معاه يعني انا ما زدت شي حاجه ما نقصت شي حاجه فهمتي اخويا المهم انا يا من لقيت السيد ناوي معايا المعقول قلت انا يا طلقت بلا ما نبقى نطلاق السيد بغاني ناوي معايا الحلال بغى المعقول الف مرحبا المهم السيد عرفتو راه مزوج وعرفت الحقيقه كامله عرفتها وقلت اوكي ماشي مشكل صبرت كملت صافي مني حكرت عليه بزاف وقلت لي صافي قلت لي سير الله يعاونك فهمتي قلت لي سير الله يعاونك ما بقيتش بغيتك صافي علاه فاش قال لي راني مزوج وكذا وكذا المهم تقبلت حقاش دوزنا خطبه كبيره في دارنا دوزنا عرس وعاود رجع عندك رجع ثاني كلب دماغ عاوتاني كلا ليا دماغي بقيت بقى كاري ليا بقى كاري ليا بقى كاري ليا بقى كيجي عندي عادي المهم تلقيت راسي انا هي حامله بالدري الاول حامله بيه بقيت كنقول لي الوريقات صدعته مزيان زاد الدري شويه زادت الدريه هو عك ياكل لي في دماغي هو هضرته كله كذوب هو عك ياكل لي في دماغي انا يجي عندي وهاد السيد هذا راه جاب عندي مراته ومراته راه كتعرفني جاب عندي وتصاحبت انا وياها ولينا كنسافروا بجوج وكنخرجوا بجوجنا معاه وبوليداتنا بكل شيء مراته راه عارفاني انا راني مزوجه بيه بالفاتحه وعارفاني والده معاه يعني مراته راه عارفه كل شيء وعلى درايه بكل شيء يعني باش تعرف ان السيد اني انا يعني كنت ناويه معاه الحلال وكنت عايشه معاه عيشه الازواج كان تيخلص لي الكرا كان تيجي عندي تيصرف عليا تيشري لي العيد كيجي نهار العيد كيجي نهار العيد كيذبح لمراتو كيجي كيذبح لينا حنايا مع ال 12 ومرتو غتشوف هذا الفيديو ولا قالت انا راني كذابه مع ال 12 ما كيبقاش معاها في العيد الكبير ديما كيجي كيذبح لينا راه عندي فيديوهات اخويا جالس مع دارنا وجالس مع والديا
فهمتي؟ يعني عندي فيديوهات، عندي تصاور، عندي كل شيء، تصاور ديال السبوع، كل شيء عندي. هو تينكر تيقول بان الدراري ماشي ولادو. انا نتحداه الا كانوا هاد الدراري ماشي ولادو، المحكمه تحكم عليا باش ما بغات. كاين تحاليل، كاين تحاليل، كاين كل شيء. انا مستعده ندير التحاليل لولادي بثلاثه، الا تصابوا ماشي ولادو يد المخزن طويله عليا. هذا الشيء اللي كاين دابا. الوليد المساكن واش كيحسب واحد ناقص؟ وانا قسما بالله ما عمرني ما جبدتو بالخيب قدامهم. الدري كي عنده 6 سنين كيقول لي ماما فين وبابا، كنقول لي باكم راه مسافر، عمرني ما جبدتو بالخيب. وكانت بيناتنا جلسه البارح في المحكمه ونكر ولادي وفي وجهي محشم مراعه قدام القاضي، يقول لي انه هو ما عمره ما تزوج بيا وما عمرني ولدت معاه، وانا كنتحداه يدير التحاليل. وديك الساعه لا ما كانوش ولادو، المخزن يده طويله عليا، يحكم عليا المخزن باش ما بغى. انا خويا باغا وريقات لولادي، ما باغا منه حتى شي حاجه، ما يجي عندي، ما يصرف عليا، ما يخلص لي كره، ما يخلص لي حتى شي حاجه، يصيب لي وريقاتي باش ما نبقاش انا محروجه في ما نمشي شي مدرسه يقول لي نسخ هذه الحاله مدنيه. كنقول لي ما عنديش. عيت من التحرج، داس عليا في الجلبه، غير الجلبه ديال الدراري. كيطلبوا لي لا كارت لاسيونال ديال ما تيبغيش يعطيها ليا، كيطلبوا لي لاكت ديال الزواج، كيطلبوا لي بزاف د الحوايج، كيطلبوا لي الحاله المدنيه. كنمشي كنبقى كنبكي في السبيطار دائما، قسما بالله انا ما باغا حتى شي حاجه، وريقات لولادي ويمشي الله يسهل علينا وعليه. انا نويت معاه الحلال النهار الاول، نويت معاه الحلال. انا راه كنت حاسبه راجلي وكثر من راجلي. كتصورتي الفلوس بالحلال يعني خدامه على ولادي؟ الحمد لله خدامه على راسي، كنجيبها من فم السبع اخويا. الحمد لله خدامه على ولادي، ما خصني خير، انا باغا غير الوراق، غير الوراق لولادي صافي، هو يمشي الله يسهل علينا وعليه. لا حول ولا قوة الا بالله. شفتي واش حسيت راسك غلطتي في حياتك؟ انا درت غلطة كبيرة، درت غلطة كبيرة. كان عليا مني عرفتو مزوج، كان عليا نبيع هذا الاتساع، كان عليا نخوي، ولكن اخويا انا عندي ظروف، كنت يلاه مطلقة وكنت باغا اللي يسرني، كنت باغا نسر راسي. انا مشيتي للحلال. انا خويا انا ما عنديش داكشي ديال الزنقه، انا ما عنديش معاه، ما تربيناش اخويا في داكشي، تربينا في دارنا، في دار امي وبا، ما تربيناش شي حاجه خايبه. هادشي اللي كاين. اليوم المطالب ديالك خويا؟ انا باغا الوريقات لولادي. ولدي عنده 6 سنين ما عنده حتى ورقه ديال الاقرار بالابوه، هي اللي عندي، حتى ورقه ما عنده. الدرية عندها 4 سنين ونص، حتى ورقة ما عندها. الدرية عندها عام ونص، حتى ورقة ما عندها. يعني هاد الدراري ما كاينينش في الوجود، ما عندهم حتى ورقة، ما عندهم. دابا حتى لا مرضوا ما عندهم حتى باش تعالجيهم. والو، حتى ورقة ما عندهم. لا حول ولا قوة. شحال الدري الكبير قلت لي؟ عنده 6 سنين، دابا راه كان عنده تحضيري وعكسوا لي على قبل نسخة الحالة المدنية. دابا راه هاد العام راه ضاع لي، دابا راه غير في الروض. يعني عنده عام بيض. هاد العام ضاع ليه. لا حول ولا قوة. والبنيات الاخرين؟ البنيات الاخرين الدرية عندها عام ونص، هذيك مازال عليها الحال. الدرية اللي عندها 4 سنين ونص. نتمنى ان الرسالة ديك التقطها الجهات المسؤولة، لا سيما على العدل جهاز العدلة او لا السلطات الامنية باش تفتح تحقيق في هذه القضية. خويا هذا السيد هذا راه ماشي انا اول وحدة غيدير معاه هذا الشيء. هو في الما كتعجبو شي وحدة، في الما كتعجبو شي وحدة كيتزوج بها بالفاتحة. وكاينه وحده اخرى هي والد معاها. وكانت داعيه ويلاه صيب لها هي الوراق ديال ولدها وتزوج بها، دار لها تشوبو تزوجيه وتشوبو النسب. يعني هذا السيد هذا هو حاله، فما كتعجبو شي وحده كيتزوج بها جواز الفاتحه. هذا السيد هذا راه خاصو اللي وقفوا عند حده، خاصو، حيت هذا السيد راه طاغي بزاف. وهذه القصه ديالي خويا انا كنتمنى تكون عبره، تكون عبره للوحدين اخرين، فهمتي؟ الراجل اللي عنده مراته ولادو انسان يبعد عليهم اتساع، راه في الاخر غتلقى راسها هي ضحيه، هي وليداتها كما كنت انايا. هاد السيد خاص اللي يوقفوا عند حده. شكرا.